وسيارة إسرائيلية تقتل مرافقا شخصيا سابقا لنصر الله ومعاون مسؤول نقل الأفراد والسلاح لحزب الله من سوريا. تزامن استئناف مفاوضات غزة غدا في الدوحة والقاهرة بعد غد، مصادر إسرائيلية تتحدث عن تقدم بقضايا خلافية. البرهان يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في بورت سودان، وأبي أحمد يؤكد أن مشاكل الدول تحل داخليا دون تدخل خارجي. بعد أن فجر تصريحه جدلا واسعا، حزب أردوغان يوضح أن اللقاء مع الأسد غير محدد بعد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الإخبارية من الحدث. نعى حزب الله اللبناني ياسر نمر قرمش أحد قياديه الذي قتل بغارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة كان في داخلها على طريق دمشق بيروت في منطقة جديدة يابوس الحدودية. مصادر الحدث كشفت أن قرمش كان مرافقا شخصيا سابقا لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وينشط حاليا في سوريا، وهو معاون مسؤول وحدة نقل الأفراد والسلاح لحزب الله من سوريا. أفاد مراسل الحدث في القدس أنه وفق مصادر إسرائيلية مطلعة، فإن تقدما حدث في بعض من القضايا الخلافية حول مفاوضات غزة. وأوضح مراسل الحدث أن رئيس الشباك وأحد جنرالات الاحتياط سينضمان إلى رئيس الموساد في مباحثات الدوحة الرباعية غدا. وأكد مصدر مسؤول بحديث للحدث أن مفاوضات الهدنة ستستأنف في الدوحة غدا الأربعاء وفي القاهرة يوم الخميس المقبل. المصدر أكد أيضا وجود اتفاق حول الكثير من النقاط التي كانت عالقة في المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل. وأوضح أن الوفد الأمني المصري يتجه غدا إلى الدوحة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت، مشيرا إلى أن مفاوضات الهدنة مستمرة في القاهرة. وقبلها نفى مصدر من حركة حماس في تصريحات للحدث، نفى صحة التسريبات التي أشارت إلى أن موافقة الحركة على انطلاق المفاوضات من دون وقف كامل لإطلاق النار، واعتبر أن هذه التسريبات غير دقيقة. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تريد أن تتفاوض على ملف الأسرى فقط، فيما تريد حماس تفاوضا يشمل كافة المسارات، مضيفا أن الحركة الآن تنتظر الرد الإسرائيلي على ما تم التفاوض هم عليه مع الوسطاء. حزمة مطالب ناقشها وفد التفاوض الإسرائيلي خلال جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، أبرزها إنشاء حاجز تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة، لاعتقاد الجانب الإسرائيلي أن ذلك سيمنع تهريب الأسلحة ويحد من حفر الأنفاق. الوفد الإسرائيلي قال إن الجيش الإسرائيلي يعتزم تسليم معبر رفح ومحمر فيلادلفي إلى مصر في حال إتمام اتفاق بشأن غزة. وعود لم تأتي على هوى مسؤولين في جهاز الدفاع الإسرائيلي الذين أعربوا خلال مباحثات مع قادتهم السياسيين عن رفضهم للخطوة، معتبرين أنه لا يجوز التنازل عن إنجازات استراتيجية كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مطالبة الإسرائيليين ببناء الحاجز على طول الحدود بين غزة ومصر. ليست جديدة هذه المطالب، ففي مطلع يونيو الماضي ناقش مسؤولون أمنيون إسرائيليون وأمريكيون المسألة في
القاهرة، وطالبوها ببناء جدار جديد يكون مزودا بوسائل تكنولوجيا متطورة. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الأمريكيين يضغطون على مصر للبدء بتشييده، وتحدثوا عن تخصيص إدارة بايدن حوالي 200 مليون دولار للمشروع. وتوقع التقرير الإسرائيلي بدء المصريين فورا في أعمال البناء، لكن مصر نفت ما أورده إعلام إسرائيلي حول نيتها بناء حاجز إضافي على الحدود مع غزة، بحسب ما نقل موقع القاهرة الإخباري. معنا من بيروت عبر الهاتف المسؤول الإعلامي في حركة حماس وليد الكيلاني. أهلا ومرحبا بك معنا سيد وليد، ولكن قبل أن أبدأ اسمح لي أن آتي على ذكر بعض العواجل. رغم التقدم في قضايا جوهرية، يقول طبعا مراسل الحدث في موضوع المفاوضات، إلا أنه الموضوع أو هذه المفاوضات قد تستغرق أسبوعين. وأيضا يقول سيتم بحث في الدوحة طبعا من خلال المفاوضات التي ستجرى في الدوحة إقامة لجنة لإيجاد حلول لخلافات مفاوضات غزة. إذن سيتم إقامة لجنة لإيجاد حلول لخلافات المفاوضات في ملف غزة. سيد وليد، بداية قبل أن نتحدث عن التفاصيل، المعلومات المتوفرة فعليا، إلى أين وصلت هذه المفاوضات؟ العقبات في ظل ما يتم إشاعة ونشر عن حماس، وبالتالي حماس تقول بأن هذا الكلام ليس صادرا من قبلها، وموضوع التفاوض، موضوع وقف القتال، موضوع الانسحاب، نريد أن نفهم كل هذه التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخت رشا وتحية للمشاهدين الكرام. يعني نحن في المقاومة الطرف الأحرص على التوصل إلى اتفاق وإلى وقت إطلاق النار، ولكن نقول أن رد المقاومة جاء إيجابيا إلى حد بعيد، وكان في هناك مرونة عالية من خلال الرد الذي قدم للوسطاء. ردنا موجود الآن لدى الوسطاء الأشقاء في قطر وفي مصر، وننتظر سماع الرد الإسرائيلي. وكما علمنا أن الجانب الإسرائيلي ناقش مع الوسطاء رد المقاومة، وننتظر الرد الإسرائيلي على ما قدمته المقاومة خلال الأيام القادمة كما وصلنا من معلومات. ولكن قبل الخوض بالتفاصيل، تفاصيل الصفقة أو تفاصيل ملف التفاوض، نريد أن نسمع الرد من قبل العدو الصهيوني، وبعد ذلك نتحدث عن تفاصيل. هناك تفاصيل كثيرة في ملف المفاوضات، ولكن الخوض فيها الآن لا يفيد. نقول أن العدو الصهيوني حتى هذه اللحظة ما زال يراوغ ويماطل ويضع الرسل في الدواليب. في حال تعامل العدو بإيجابية مع المقترح، فإن الوصول إلى وقت إطلاق النار ممكن، ولكن هذا مرهون بالتعامل الإيجابي مع المقترحات التي قدمت من قبل المقاومة. نتنياهو حتى هذه اللحظة لا يريد وقت إطلاق النار، هذا بات واضحا، وهذا نلمسه من خلال التصريحات المتواترة، أكان من خلال نتنياهو أو المسؤولين الإسرائيليين الذين يخرجون إلى الإعلام ويقولون أنهم مثل ما قال نتنياهو في القناة الرابعة العشر الإسرائيلية حينما قال أنه هو مع صفقة محدودة، وبعد ذلك يعود إلى تنفيذ هذه الحرب وإلى القتال. والبارحة كذلك في تصريحه قال أي اتفاقية لا تشمل استكمال المعركة وتحقيق الأهداف نحن غير معنيين بها. سموتريش وزير ماليته قال أن هذه صفقة غير شرعية ويجب الإكمال حتى تحقيق أهداف هذه الحرب. كل هذه التصريحات تضع العراقيل وتكون ونلمس أن الموقف الحقيقي من موقف من نتنياهو وحكومته المتطرفة أنه لا يزال يكتسم بالمراوغة والتهرب من استحقاق الاتفاق. فهم لا يزالون حتى هذه اللحظة يرفضون الإقرار
بوقف دائم لإطلاق النار وبالانسحاب الكامل من قطاع غزة. وهذا ما لمسناه من خلال تصريحاتهم قبل أيام ومن خلال المقابلات التي من خلال وسائل الإعلام. طيب سيد وليد، عندما ما يقول جانب حماس بأنه الرد كان أو المواقف كانت إلى حد ما إيجابية وفقا لتوصيف حماس، ما الذي يفهم من ذلك؟ يعني هل بأنه الموضوع فعلا بدأ يشهد نوع من الحلحلة لبعض الأمور العالقة؟ هل هكذا الإيجابية معناها عندما يصدر التعليق من قبل حماس؟ الحركة لم تتخلف عن أي جولة من جولات المفاوضات على طوال مراحل المفاوضات، وهذا ذات معلوم. الحركة رحبت بخطاب الرئيس بايدن، رحبت بقرار مجلس الأمن حول المفاوضات وقت إطلاق النار، بينما نحن لم نسمع أي رد على لا خطاب الرئيس بايدن ولا على قرار مجلس الأمن. كل هذا التجاوب الذي يعني أبدته المقاومة، كنا يعني نلقى من الطرف الثاني من قبل العدو الصهيوني أن يذهب إلى مجازر، كما رأينا حينما وافقت الحركة سابقا على في 6 يونيو على المقترح الذي قدم لها، بعد ساعات ذهب إلى رفح نتنياهو وارتكب المجازر. واليوم كذلك نسمع نفس الشيء، أن نتنياهو يرتكب مزيدا من الجرائم، يصاعد في عدوانه ضد شعبنا ويمعن في محاولات تهجير شعبنا من مناطق الشمال إلى الجنوب مجددا، وذلك من أجل إفشال كل الجهود للتوصل لاتفاق الهدنة. لذلك المقاومة يعني طوال هذه الفترة مثل ما قلت أدت مرونة عالية، ولكن لم نلقى من الجانب الإسرائيلي أي يعني مرونة أو أي تقدم في هذا الملف. يجب على الطرف والوسطاء، كان الأمريكي، يجب أن نضغط على الجانب الإسرائيلي حتى نصل إلى هدنة. المقاومة كما ذكرت في البداية هي الأحرص أن نصل إلى أن تصل إلى صفقة تبادل أو صفقة هدنة ووقف إطلاق النار. سيد وليد، عندما يتم الحديث عن لجنة أو من الممكن إقامة هذه اللجنة ربما من خلال هذا اللقاء في الدوحة، هل من معلومات لديك عن طبيعتها؟ من هم أعضاءها؟ المهام الموكلة إليها إذا ما تم فعلا إنشاؤها أو الإقرار بها؟ بداية، المقاومة وحركة حماس الأولوية لدي هي وقف إطلاق النار. أما بخصوص هذه اللجان وهذه يعني هذه التشكيلات التي لا تسمي ولا تغني من جوع، شعبنا الآن تحت القصف، تحت الضرب، تحت القنابل الأمريكية، وكل ذلك التشكيلات وهذه اللجان لم تغني عن الدفاع عن شعبنا. يعني الشعب الفلسطيني جرب المفاوضات على مدار 31 عاما، لم تجلب اتفاقيات أوسلو لا الأمن ولا الاستقرار للشعب الفلسطيني. لذلك يجب على العالم أن يقر بدولة فلسطينية، يجب أن يقر على العالم والأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة ويكون مثله مثل باقي الشعوب العالم، ولكن أن يبقى لجان هنا وجمعيات ومؤسسات. طيب سيد وليد اسمح لي واعذرني على المقاطعة، وفي عجالة نريد نحن أن نأخذ قضيتنا ونكون مثل ما سيد وليد ذكرت بأنه اليوم الوضع بأشد الحاجة إلى ما يمكن هذه الأوضاع، يعني الآن تردت الأمور أكثر من الأيام والشهور السابقة، هل من الممكن في ظل هذه الحاجة الملحة أن نشهد بعض التنازلات المختلفة من قبل حماس وباختصار لو سمحت؟ حركة حماس لم تغير في المرتكزات الأساسية في ملف التفاوض. لدى المقاومة هناك شروط واضحة، وهي وقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب العدو الصهيوني من قطاع غزة بشكل شامل. ولكن نقول أن نتنياهو يعتبر هذه الحرب على قطاع غزة فرصة له للبقاء في الحكم، ولا يأبى بكل هذه الجرائم والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو يكذب على الجميع ويخدع الجميع لما فيهم الوسطاء وأهالي الأسرى. لماذا؟ لأن نتنياهو لديه مصالح شخصية في هذه الحرب، وهو يريد أن يعني يحافظ على وجوده
السياسي في هذه المرحلة. ولكن نقول بعد 9 أشهر من الصبر والثبات لم نقبل بأي اتفاق لا يحقق مطالب شعبنا الفلسطيني بالكامل. نقول أن نتنياهو سيرغم في ساعة من الساعات أن يخضع لشروط المقاومة. بعد 9 أشهر لم يستطع أن يحقق لا مصير سياسي ولا عسكري على المقاومة. لذلك المقاومة هي التي سترغم نتنياهو أن يقبل بشروط المقاومة عاجلا أم آجلا. هذا راهن عليه منذ البداية، وها نحن نتكلم عن 9 أشهر ولم يستطع أن يحقق أي هدف من أهداف الحرب. لذلك أقول أنا أن نتنياهو يقاتل الآن دون أهداف، يقاتل دون تحقيق أي هدف بعد هذه الأشهر العديدة. نحن نقول أن المقاومة من حقها والشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة وأن يكون له دولة مستقلة. شكرا جزيلا لك، من بيروت كنت معنا عبر الهاتف المسؤول الإعلامي في حركة حماس وليد الكيلاني، شكرا جزيلا. أفاد مراسل الحدث بإطلاق صواريخ باتجاه شمالي الجولان، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري تأكيده أن التقديرات تشير إلى أن المشاهد التي بثها حزب الله التقطت قبل نحو 2 شهر. وكان حزب الله نشر مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقر قيادية ومعسكرات ومواقع مستحدثة لجنود الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر، أهلا ومرحبا بك معنا محمود. هل تجمل لنا المشهد محمود لو سمحت؟ نعم، صفارات الإنذار دوت منذ حوالي الربع ساعة وتحديدا في كلع في الجولان المحتل. المعلومات تتحدث عن رشاقات من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه هذه المواقع، وكان الحزب بحسب الإعلام الحربي له كان قد نشر بيانين أشار فيهما إلى عملية عسكرية باتجاه حدب ياريم بصاروخ موجه، وأيضا بإطلاق عدد من الصواريخ باتجاه موقع المرج. وكانت صفارات الإنذار دوت أيضا في مستوطنة مسكف عام ومارغليوت، وقبلها في مستوطنة يفتاح. المعلومات في حينها تتحدث عن سقوط بعض القذائف على مستوطنة يفتاح، ولكن بحسب المصادر المتابعة الميدانية على الأرض أشارت إلى أن صفارات الإنذار كانت عند الظهر هي لتقديرات خاطئة. الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدد من الغارات، آخر هذه الغارات كانت باتجاه رب 30 وتحديدا باتجاه منزل وسط البلدة. المعلومات تحدثت عن سقوط 3 جرحى، وتضاربت في حين أن البعض أشار إلى أن أحد الجرحى كان قد قضى، ولكن نقوم بمتابعة هذه المعلومة على مستوى هذه الغارة. بالإضافة طغت على المشهد الجنوبي ربطا بالغارة التي حصلت وتحديدا على طريق دمشق الدولية في محلة تعرف بالصبورة، حزب الله نعى منذ حوالي الساعة
أحد مقاتليه الذي وصفه بأنه شهيد على طريق القدس، وأشارت المعلومات إلى أن هذه الشخصية أو هذا المقاتل يعمل في وحدة الحماية والنقل وقضى في الغارة، في حين إلى أنه منذ دقائق معدودة أشارت بعض المعلومات إلى ارتفاع عدد الضحايا الذين أو عدد المقاتلين الذين قضوا في هذه الغارة. ننتظر البيانات الرسمية وتحديدا الإعلام الحربي الذي هو عادة ما ينعي المقاتلين على دفعات متفرقة وبأوقات مختلفة. طيب المشهد الآن هل من الممكن أن يوصف بأنه أقل توترا في هذه الساعات؟ المشهد هو على حاله من حيث المواجهات. الطيران الإسرائيلي كان ينفذ على مستويات متوسطة ومنخفضة تحليق له في المنطقة، بالإضافة إلى أن حزب الله كما أشرت معك كان منذ 10 دقائق قام بإطلاق هذه الرشقات من الصواريخ. المعلومات تحدثت من الداخل الإسرائيلي إلى أنها أصابت كلع، بالإشارة هنا عن هذه المنطقة وبالإشارة إلى المعلومات التي أشرت إليها، هو أن حزب الله نشر اليوم الجزء الثاني مما بات يعرف بهدهد، وكان هذا الجزء متخصص في عمليات التحليق فوق الجولان، وهو سرد أو هو فصل كل المواقع الإسرائيلية من القيادة والتحكم والسيطرة، وللقوات البرية وقوات أيضا القبة الحديدية من القوات الدفاع الجوي حتى أيضا إلى أماكن التي تعتبر هي تابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك من جنوب لبنان، كنت معنا مراسل الحدث محمود شكر. النشرة مستمرة وفيها أيضا تنسيقية تقدم تقاطع اجتماعات أديس أبابا للقوى السياسية السودانية، والبرهان يستقبل رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد في بورت سودان. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداثا صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في السودان، بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بورت سودان مع رئيس مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال رئيس المجلس السيادي إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي تؤكد حسن نوايا إثيوبيا تجاه السودان، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين وأهمية المحافظة عليها. من جانبه أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أهمية السلام باعتباره أساس التنمية، مؤكدا أن مشاكل الدول يجب أن تحل داخليا دون تدخل خارجي.
أكد وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي ترحيب السعودية ودعمها لجميع الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان وللجهود الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة الشعب السوداني والدفع نحو استكمال ما تم التوصل إليه في منبر جدة 1 وجدة 2. والتقى نائب وزير الخارجية السعودي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في بورت سودان بالأمس خلال الزيارة الرسمية. وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية حسين عوض أكد أن الزيارة تناولت الدعوة لاستئناف منبر جدة وحرص السودان على إنجاح المنبر باعتباره أساساً يبنى عليه، كما تم التأكيد أيضاً على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة. اعتذرت تنسيقية تقدم في السودان برئاسة عبد الله حمدوك عن المشاركة في اجتماعات أديس أبابا المقرر انعقادها الأربعاء المقبل لمدة 5 أيام بين القوى السياسية السودانية برعاية الاتحاد الأفريقي. وأوضحت قيادات من تقدم في تصريحات للحدث أن أسباب الاعتذار تأتي على إثر دعوة الاتحاد الأفريقي لما أسموها واجهات النظام السابق والاختلاف على الأجندة الموضوعة. الاجتماعات المقررة في أديس أبابا دعا إليها رئيس الآلية رفيعة المستوى محمد بن شمباس، وهي الآلية المعنية بمساعي تحقيق السلام وإنهاء الحرب في السودان. ومن المقرر أن تشارك الكتلة الديمقراطية وعدد من التحالفات والقوى السياسية السودانية في الاجتماعات. من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي محمد الأصباط. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. سأبدأ من زيارة أبي أحمد إلى بورت سودان ولقائه بالبرهان. ما الوضع الذي ارتأى من خلاله الضرورة اليوم أبي أحمد للقيام بهذه الزيارة؟ وما الذي يريده حقيقة من البرهان؟ ما الذي يخشاه والذي يتمنى ربما عبر زيارته أن يمنع حصوله؟ مساء الخير، تحية لكم المشاهدين الأعزاء. طبعاً رئيس الوزراء الأخير الدكتور أبي أحمد قبل 3 أو 4 أيام قال في البرلمان أمام البرلمان السعودي أن بلاده لن تدخل في معارك عسكرية مع السودان وهو يخوض حرب، وأرسل رسالة واضحة جداً بأن أو أكد ما هو معلوم بالضرورة بأن أبي أحمد يريد أن يكون يعني على مسافة واحدة من الطرفين، رغم أنه تربطه علاقات جيدة كما هو معلوم مع قائد الدعم السريع محمد حمد الحميدي، وأيضا مع قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهو يريد أيضا أن يمثل أو زيارته تمثل الرئاسة الآلية الأفريقية الرئاسية لدفع الرجلين حنيتي والبرهان إلى طاولة التفاوض برئاسة الرئيس الأوغندي يورو موسيفيني، كما هو معلوم أن السودان علاقته سيئة مع الرئيس الكيني روتو وهو عضو في هذه الآلية الرئاسية. الرئيس الجيبوتي ظروفه الصحية لا تسمح له كثيرا بالتنقل، وبالتالي الشخص الوحيد المقبول هو الدكتور أبي أحمد، وهو يأتي أيضا في إطار استكمال الدائرة التي بدأت بمؤتمر القاهرة. يعني الزيارة على خلفية من خلفية أفريقية ليست فقط إثيوبية، هذه واحدة، هنالك سبب آخر إثيوبي أيضا، كما هو معلوم الآن المعارك تقترب من الحدود الإثيوبية، وبالتالي هو يريد أيضا أن يعني يبحث في آليات إيقاف الحرب حتى لا تصل إلى حدود بلاده، لأنه هو لديه مشاكل، إثيوبيا لديها مشاكل
مع تيغراي لم تنتهي نهائيا. هنالك الأمهرة، هنالك يعني ميليشيا فارو، هنالك عدد كبير من الحركات التي تتأهب لخوض معارك مع الحكومة المركزية في إثيوبيا. وبالتالي هو يعني بلاده لا تحتمل أن يصل الشرط إلى أو يقترب الشرط كثيرا من حدود بلاده. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث أيضا الخلافات فيما يتعلق بموضوع الخشبة. هذا ملف صحيح هو مغلق الآن، ولكن يعني الأصوات الإثيوبية ترتفع من حين إلى آخر وتطالب الحكومة وتضغط عليها كما حدث في البرلمان كما ذكرت لك قبل 3 أو 4 أيام. وبالتالي الهدف واحد يعني الأهداف متعددة، ولكن هنالك أيضا سبب آخر، أن يعني الصراع المصري الأثيوبي على مياه النيل أيضا يعني عبير أحمد لا يريد أن يبتعد كثيرا أو تبتعد أثيوبيا كثيرا عن السودان وتقترب كثيرا من مصر. وبالتالي هو أراد أن يأتي في إطار أيضا المصالح العليا لبلاده. طيب، أشرت إلى أنه أبي أحمد يتمتع ربما بميزة العلاقات الجيدة مع كلا طرفي النزاع في السودان، مع البرهان ومع حمدتي، ويقول بأنه مشاكل الدول وفقا لما نقل عنه تحل دون تدخل خارجي. ما المقصود بهذا؟ هل من الممكن أن يكون يسعى ربما بوساطة ما للقاء مرتقب؟ هل هذا ممكن من خلال هذه التصريحات أن نفهم ذلك يعني؟ لا، هو طبعا الواقع يعني يعارض تماما ويخالف تماما هذا التصريح. يعني مؤتمر القاهرة ليست بورسودان ولا الأبيض ولا الفاشل، جدة ليست يعني عطبرة أو مدني. أديس أبابا التي تستضيف اجتماع غدا ليست كادوغلي أو بابانوسا. وبالتالي كل تلك الدول تتدخل، وهناك تدخل خارجي واضح، وهو السبيل الوحيد الآن المرتقب أن يمهد ل أنا قصدت أنه إشارته بأن تحل داخليا، أن يكون هناك مسعى أو رواية جديدة من الممكن أن نسمعها قريبا، أو مسعى جديد إذا صح التعبير، بأن لا يكون اللقاءات خارجية اليوم ولا تكون بتدخلات خارجية. هل من الممكن فعلا أن يكون لديه هذه المفاتيح التي تخوله وتمكنه من القيام بهكذا خطوة إذا ما كانت هناك فعلا لديه علاقات وثيقة مع الجانبين؟ هل وصل الحد من إمكانياته لهذه الدرجة؟ لا اعتقد ذلك. اعتقد ان هي رساله الى مصر، طبعا واضح انها رساله الى الحكومه المصريه، ولكن الواضح جدا ان ابي احمد ايضا هنالك ملمح مهم وضروري جدا ان تربطه علاقات جيده جدا بدوله الامارات العربيه المتحده. وبالتالي يبدو ان الان بدات تكتمل الحلقه الاقليميه لدفع طرفي الصراع في السودان الى طاوله التفاوض. مؤتمر القاهره وزيارة نائب وزير الخارجية السعودي وهو أرفع مسؤول سعودي يصل إلى السودان منذ اندلاع الحرب، وزيارة رئيس وزراء أثيوبيا وهو أرفع مسؤول أول رئيس وزراء يصل إلى السودان بعد اندلاع الحرب 15 أبريل 2023. وفي هذا السياق يمكن قراءة هذه الزيارة أنها لديها يعني أكثر من 3 أو 4 محاور، ولكن في طليعة هذه المحاور هو دفع اتجاه الحل التفاوضي للحرب وإيقاف الحرب. سيد الأصباط، أن تعرض تقدم عن أو تعتذر عن حضور اللقاءات في أديس أبابا، كيف يفهم؟ ما الرسالة من ذلك؟ طبعا المعلومة قديمة، يعني منذ تقريبا نحو أسبوعين في شماس التقى بالدكتور حمدوك في جنيف ووجه له الدعوة، والدكتور حمدوك كان يرى أن هذه الدعوة بلا قيمة لأنه هنالك مؤتمر القاهرة الذي يسعى إلى جمع الفرقاء السودانيين ولديه أجندة واضحة ولديه يعني حضور ومشاركين معلومون، يعني الجميع يعلم من يحضر من الجهة الأخرى، وبالتالي لا توجد ضرورة لمثل هذا اللقاء. ولكن الاتحاد الأفريقي سار في مساره، وهو ما يحدث هو ديالوج، يعني هو حوار داخلي الذي سيحدث في أديس أبابا هو ليس حوارا بين قوى مختلفة. طبعا بالضرورة أنك إذا أردت أن تعقد مفاوضات لا بد أن تكون مفاوضات بين جهات مختلفة في آرائها وتصوراتها وآلياتها، فأن تدعو جماعة هم متفقين حول كل شيء وبالتالي يصبح أشبه بالحوار الداخلي وبلا قيمة وبلا فائدة. وبالتالي كان من المتوقع أن
يرفض ليس التقدم بس، الحزب الشيوعي السوداني رفض المشاركه واعتذر، حركه تحرير السودان عبد الواحد محمد نوري اعتذرت، حركه تحرير حركه شعبيه تحرير السودان الشمال اعتذرت، حزب البعث العربي الاشتراكي اعتذر، هنالك هو كثير اعتذر عن المشاركه في حوار الاتحاد الافريقي. شكرا جزيلا لك من باريس، كنت معنا المحلل السياسي محمد الأصباط، شكرا. النشرة مستمرة وفيها أيضا بعد أن فجر تصريحه جدلا واسعا، حزب أردوغان يوضح أن اللقاء مع الأسد غير محدد بعد. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يوميا أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأتى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا التاسع صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. قال عمر جليك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عقب اجتماع برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن موعد لقاء أردوغان مع نظيره السوري بشار الأسد غير محدد بعد، مشددا على أن عملية تطبيع العلاقات تسعى من خلالها تركيا لأن تكون سوريا آمنة للملايين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ولفت الناطق باسم حزب العدالة والتنمية إلى أن الوجود التركي في سوريا لا يستهدف وحدة الأراضي السورية، بل هو لمكافحة مساعي إنشاء كيان إرهابي على حد تعبيره. من اسطنبول ينضم إلينا مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أوغلو، أهلا ومرحبا بك معنا سيد طه. من دمشق أيضا ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد الحميد. أبدأ من عندك سيد عبد الحميد، في ظل الحديث الذي تكرر في الآونة الأخيرة عن التطبيع وعودة العلاقات ورغبة ربما تكون من الطرفين، نستمع ما بين الفينة والأخرى بأن هناك برود ربما يعود ويطغى على المشهد، نريد أن نعرف النقاط اليوم التي ربما تشكل حائط صد أو تعثر إذا جاز التعبير ما بين الذهاب في هذا المسار الذي تدعمه أيضا روسيا اليوم. سيد عبد الحميد، مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. لا يبدو من المواقف التي طرحت في سوريا وأستطيع وصفها بأنها اتسمت بالتهدئة وأيضا اتسمت بالتؤدة،
يعني لم تكن مندفعة كثيرا كما يبدو واضحا من خلال مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعض من المحيطين به. التعقيدات كما تفضلت والعقبات والحواجز والعوائق كبيرة وكثيرة، 10 سنوات من الانخراط في الحرب السورية من جانب تركيا تركت وقائع، ولا أقول آثار، تركت وقائع وحقائق على الأرض ميدانية وسياسية، وأعتقد بأن معالجتها ليست بالأمر السهل من قبل الطرفين حتى ولو كان الجانب الروسي وسيطا ومسهلا وضامنا في هذا الأمر. اليوم الواضح بأن العقبات تتمثل في نقاط رئيسية، وهنا المسألة ملف اللاجئين في تركيا والذي يتعدى عددهم كما تقول الإحصائيات 3 ملايين لاجئ سوري، ملف الشمال السوري ويتفرع لفرعين، الفرع الأول متمثلا بوجود جبهة تحرير الشام أو جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام في إدلب، وهي مصنف في قسم كبير من إدلب وهي مصنفة إرهابيا من جميع الأطراف بما فيها تركيا. والعنصر الآخر في البند الثاني أو في العقبة الثانية هو 10,000 المسلحين من المعارضة السورية الذين تديرهم تركيا ويخضعون لإرادتها وتدريباتها. البعد الثالث في هذا الأمر هو العقبة الأمريكية بوجهيها. اليوم العقبة الأمريكية في هذا الإطار يمكن لها أن تحد من هذا الموضوع، يمكن لها أن تشوش عليه، يمكن لها أن تعرقله من جانب، ومن جانب آخر بات فيها جانب آخر ربما هو الذي دفع الطرفين السوري والأمريكي لإعلان هذه النوايا الحسنة، ولا أقول خطوات رسمية، لإعلان هذه النوايا الحسنة. الطرفين السوري والأمريكي، تقصد الطرفين السوري والتركي؟ لا، عفوا، الطرفين السوري والتركي تماما، لأنهما استشعرا أن الخطر الأمريكي بات يهدد كليهما من خلال المشروع الانفصالي الذي تديره قوات الاحتلال الأمريكية في شرق الفرات. وبالتالي هذه المسائل كلها تعني فقط أن هذه النوايا التي تطرح والمواقف التي تطرح أيضا لم تكن إلى الآن قابلة للترجمة على أرض الواقع. ما يتعلق بأن الوقت غير محدد للقاء هذا أمر طبيعي، وأعتقد بأنه جاء تحديدا كرسالة للداخل التركي، لبعض القوى التركية الحليفة لحزب العدالة والتنمية أو لأردوغان أو حتى لبعض التيارات الموجودة والأجنحة الموجودة داخل البرلمان التركي من ضمن أجنحة العدالة والتنمية، لأن هناك من لا يرغب بأن تكون هذه العلاقات، بأن تعود هذه العلاقات إلى طبيعتها نظرا لحجم المواقف التي اتخذت سابقا ولجملة التعقيدات الكبيرة. لكن الضواغط، يبدو أن الضواغط في الداخل التركي تتجاوز حدود الأمنيات والرغبويات التي تطرحها بعض الأجنحة في هذا الحزب أو ذاك. اليوم هناك كما يبدو إجماع كامل من قبل القوى المتعارضة في تركيا والأحزاب على ضرورة إنهاء هذا الملف. وربما أستطيع الإشارة إلى أكثر العوامل ترجيحا في هذا الاستنتاج، هو أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أعلن منذ 3 أيام بأنه يتواصل بطريقة ما مع الرئيس السوري بشار الأسد، وهو على استعداد لزيارة دمشق، وقد تحدث الزيارة مبكرا. وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع هكذا نوع من التصريحات سيد عبد الحكيم. هنا أذهب إلى السيد طه عبد الحميد، عفوا، عندما يقول عمر جليك بأن الغاية من التطبيع أو ما تريده تركيا من التطبيع هو أن تكون سوريا آمنة كملاذ للملايين، هكذا قال، وقال أيضا تريد من خلال هذه الخطوة مكافحة مساعي إنشاء كيان إرهابي وفقا على حد وصفه على الحدود مع سوريا. هاتان المطلبان اليوم، هل لتركيا طرق للحصول عليهما بالتخلي والقيام بما يطلب منها من قبل سوريا، سواء في المناطق الوجود، الانسحاب، الفصائل المسلحة المدعومة منها؟ هناك العديد من القضايا تنتظر اليوم لتحقيق هذه الغايات التركية من جراء القيام بعمليات التطبيع. هل تركيا جاهزة، مستعدة، تريد الذهاب إلى ذلك؟
تحياتي لك في البداية أستاذة رشا ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني من دون شك التصريح الأخير الذي صدر من عمر شريك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية هو جاء بعد سيل من التصريحات أو توالي تصريحات من قبل رئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن قرب اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، عندما تحدث وقال بالأمس بأنه لا وقت محدد فيما يتعلق بهذا اللقاء. أنا أتصور أعتقد هذه التصريحات هي لتهدئة بالدرجة الأولى هنا السوريين بشكل كبير واللاجئين السوريين داخل تركيا وحتى في الشمال الذي تابعنا قبل أيام، كان هناك موجة غضب وعنف في الشمال السوري ضد الأتراك والجانب التركي. النقطة الأخرى وهي المتعلقة بأن هناك نقطة في غاية الأهمية وجهة نظري، وهي الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاليا إلى واشنطن ومشاركة في قمة الناتو. يريد هذه المرة أن يذهب ويلتقي، هناك احتمال لقاء مع الرئيس بايدن وتكون هناك ورقة، الورقة السورية قوية بيده، خاصة كما تتذكرين كان هناك لقاء ما بين الرئيسين في 9 مايو الماضي لم يتم عقده بسبب هناك مشاكل في التأجيل أو عقده. ولذا أعتقد أن الرئيس أردوغان يحاول من خلال هذه الورقة، ورقة سوريا وورقة التطبيع، الضغط يعني على الإدارة الأمريكية. وخاصة إذا تابعت الأيام الأخيرة الماضية كانت الموقف الأمريكي كان نوعا ما ضبابي ولا لم يعني النعم، هو كانت هناك تصريحات من الخارجية الأمريكية رفضت هذا التطبيع، وخاصة أن هذا المسار هو بدأ مع اللقاءات التي جرت مع حكام فدان مع بوتين وأيضا اللقاء الأخير الذي جمع أردوغان مع الرئيس الروسي. أنا أتفق مع ضيفك من دمشق فيما يتعلق بموضوع مسار التطبيع، أعتقد أن هناك يبدو واضح من خلال هنا المتابعة بأن هناك رغبة تركية وهذه المرة وإصرار على إنجاز هذه المصالحة عن عقد من الزمن ما بين البلدين، فجوة واسعة. التصريحات التركية كما أشرت هي مستمرة، لكن نلاحظ صمت على الجانب السوري، واعتقد ان الجانب السوري هو لا يريد ان يمنح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورقه كبيره كما اشرت لك عندما يذهب الى واشنطن. هذه نقطه. النقطه الاخرى وهي المتعلقه بان هذا الاجتماع سوف يسبقه اجتماعات امنيه بالدرجه الاولى قبل ان يحدث هذا اللقاء، كما تابعنا تتذكرين قبل عام او اكثر من عام هناك لقاءات تركيه مصريه، وعندما التقى الرئيس السيسي مع اردوغان كانت العديد وكثير من اللقاءات إن كانت أمنية وحتى سياسية جرت ما بين الوزراء، ومن ثم جرى اللقاء ما بين الرئيس السيسي وأردوغان. أعتقد نفس السيناريو سوف يتكرر في الملف السوري خلال الأيام المقبلة. وأعتقد الأهم من وجهة نظري حاليا دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنا استبعد أن يكون اللقاء هنا داخل تركيا، لكن أعتقد هناك مشكلة، وهي المشكلة أن الرئيس الروسي لحتى هذه اللحظة لم يأتي إلى تركيا منذ تقريبا أكثر من عام، ودائما زيارة تتأجل. في حال تم الإعلان عن زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا خلال المرحلة المقبلة، أعتقد بأن سوف تكون هي المفتاح الأساسي لعملية التطبيع ومسار التطبيع، سوف يشهد هناك مرحلة أو دفعة جديدة خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة. سيد عبد الحميد، عندما يتم الحديث عن الشمال السوري وعن المخاوف التركية من هذا الوجود وحزب العمال الكردستاني وما إلى هنالك من يشكل ما يشكل قلق حقيقي لتركيا، هل هذا القلق هو بنفس المستوى بالنسبة لسوريا ما يدفع دمشق ربما للخوض في هذه الورقة والتعاون بشكل ما مع تركيا مقابل العديد من المطالب ربما تحتاجها دمشق في المرحلة الحالية والمستقبل القريب؟ هذا ممكن جدا، ويمكن وضعه تحت عنوان المقايضة السياسية بين الطرفين بين الجانبين، لكل طرف دمشق وأنقرة لكل منهما هواجسه وقلقه فيما يتعلق بالوجود، سواء المتمثل بوجود حزب العمال الكردستاني أو قسد في شرق الفرات في شمال شرق سوريا متاخما للحدود الجنوبية التركية. بالمقابل لدمشق أيضا مخاوفها وهواجسها من المسلحين المعارضين والذين يعدون بعشرات الآلاف والذين ترعاهم وتديرهم تركيا. بالتالي هذه الورقة إذا ما أردنا إلى تاريخ الانفراج الشكلي في العلاقة منذ سنتين
وإلى الآن بدأ واضحا أن كل طرف يفاوض الآخر بهذه الورقة ضدا وندا وأحيانا توافقا. ضدا بمعنى بأن سوريا تدير ورقة الأكراد وورقة قسد والقوى الكردية المسلحة في شرق الفرات أدارتها ولا ينكر عاقل أدارتها بكثير من المهارة والحنكة في التعاطي مع الجانب التركي، فلا هي اصطدمت مع قسد والقوى الكردية وكانت دائما تقول بأنها جزء مكون من الشعب السوري، ولا هي تعارضت مع السياق الذي تعمل به قسد، ولا هي أيضا استقبلت هذه القوى واحتفلت بها في العاصمة السورية دمشق. وكان بعض الأطراف من قسد وتحديدا من الشق السياسي من مسد كان يأتي إلى دمشق في بعض الأحيان، وكانت اللقاءات لا تتم على مستوى رسمي بل تكون ضمن إطار أمني واحد. فيما يتعلق بالجانب الآخر، أيضا تركيا كانت تعتقد بأنها قادرة على انتزاع هذه الورقة تحت تهديد السلاح، ولكن يبدو أن ثمة مستجدات على الساحة التركية وفي الوضع الإقليمي بشكل عام وتحديدا الموقف الأمريكي وضع حدا لأي تصورات عسكرية تركية ضد القوى الكردية وحزب العمال الكردستاني المنتشر في تلك المنطقة في جنوبه. بالتالي كان لابد من الأخذ بعين الاعتبار واقعية هذه المعطيات على الأرض وإمكانية التعاطي معها مع الجانب السوري أو بين الجانبين لإيجاد مقاربة مشتركة أو قاسم مشترك يلبي احتياجات كل طرف، وأيضا يطمئن كل طرف على أنه لن يكون من قبله ضد الطرف الآخر أي إقلاق لأمنه الوطني أو لأمن سيادة دولته. اليوم الحديث التركي الدائم والمتكرر عن أن الوجود التركي في شمال سوريا هو لإنهاء مشروع انفصالي أو عدم السماح بقيام كيان إرهابي كما يقولون، صحيح، ولكن هذا الوجود يحافظ على وحدة الأراضي السورية، أعتقد بأنه مؤشر على نوايا واستعداد لبحث هذا الملف بشكل مفصل. بالمقابل حين يتحدث الجانب السوري وتحديدا في الآونة الأخيرة على لسان الرئيس السوري بشار الأسد بأنه لا يوجد هناك أي موانع على أي انفتاح باتجاه التطبيع مع الجانب التركي، أيضا هذه رسالة نوايا واضحة، ولكن على أرض الواقع المسألة ليست كما هي النوايا. الإرادة السياسية يبدو أنها متوفرة، الدور الروسي أعتقد بأن هذه التصريحات أيضا من الجانبين السوري والتركي لم تأتي فقط للتصريح، أعتقد بأنها بنيت على خارطة طريق كان الروس قد يعدونها منذ فترة طويلة لتكون معيارا أساسيا لوضعها على طاولة التفاوض المباشر. تحدث لافرينتيف المبعوث الروسي الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا بشكل صريح في بعد مغادرته دمشق منذ حوالي 5 أيام، تحدث عن أن لجانا فنية وأخرى أمنية تعمل دون إعلان ودون ظهور على الإعلام لترتيب جميع عناصر خارطة الطريق للتطبيع بين الطرفين، وهذا أمر مهم وواضح. نعم سيد طه، جئت على ذكر في إجابتك السابقة أنه في انتظار إلى أن يأتي بوتين إلى تركيا ربما بعد ذلك يحدث نوع من الدفعة الكبيرة في هذا المسار، هل من الممكن أن يكون اللقاء بعيدا عن تركيا؟ كان هناك لقاء جمع سابقا في الفترة في الأيام السابقة، أتخيل في نور سلطان في لقاء جمع ما بين، كان هناك توقعات بأن يكون لقاء مع الأسد، هل من الممكن أن نشهد هذا اللقاء بعيدا عن تركيا؟ نعم، يعني حاليا تركيا أنا بتصور أعتقد هي تعول بشكل كبير على روسيا وخاصة في هذا الملف. تتذكرين سيدة رشا التطبيع، مسار التطبيع هو بدأ في ديسمبر 2022 ما بين البلدين لكنه توقف وتجمد بعد الانتخابات الأخيرة. هناك أيضا بعد موضوع الأكراد وموضوع قسد هو حرك هذا الملف. قبل أيام كما أشرت كان هناك حديث حتى وسائل إعلام تركية مقربين من الرئاسة تحدثوا احتمال أن يكون هناك لقاء ما بين أردوغان والأسد مشابه للقاء الذي جمع الرئيس السيسي، نعم، وأردوغان في قطر تتذكرين في كأس، نعم، العالم. ولكن أنا بتصور أعتقد أن الأمور يعني حاليا هي متوقفة، نعم، حاليا كما أشار ضيفك هناك رغبة لدى كلا الطرفين، نعم، لإنجاز هذه المصالحة، لكن يبقى هناك أمور، نعم، صعبة، نعم، وملفات شائكة للغاية، لكن شكرا. تبقى يعني أتصور أعتقد سوتشي أو روسيا هي المحطة التي سوف تكون هي اللقاء التي يجمع الخصماء. أشكرك. قريبا من اسطنبول كنت معنا مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أوغلو، شكرا جزيلا. ومن دمشق أيضا الشكر للكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، شكرا.
أشار رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري إلى أن لونا الشبل المستشارة الرئيس السوري بشار الأسد قتلت الأسبوع الماضي ولم تتوفى نتيجة حادث سير. وقال عبد الرحمن أن لونا كانت متهمة بتسريب محاضر اجتماعات وجلسات سرية بين الضباط السوريين والإيرانيين، مضيفا أن شقيقها في الجيش السوري متهم أيضا بتسريب معلومات عن الجماعات التابعة لإيران. نلتقي على رأس الساعة.